السلام عليكم البنات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم راح نديرو فطائر بحجم عائلي، بعد جينا بزاف هشيشه وبنينه تجي اكثر من رائعه. بسم الله، راح نبداو المقادير مع بعض. هنا الحشوه ديروا يعني اي حشوه تحبوها. انا راني دايره 3 حبات تاع بصل، حوالي نص صدر تاع الدجاج، مع حبه طماطيش، 3 سنات تاع الثوم. راح نضيف معاهم 3 مغارف تاع الزيت، ملح، فلفل كحل، ونحطهم يتقلاو. يعني هنا الحشوه ديروا واش تحبوا، انا هذو كامل نحطهم يتقلاو حتى يذوبوا يعني مع بعض ويرجعوا يعني عقده كيما تاع اللي نحشو بها البوراك. اللي تحب دير لاداند اشي، اللي تحب دير السلق، المهم هي حره في الحشوه. انا الحشوه نحطها طيب، ونجوز للعجينه. العجينه اللي فيها كاس تاع الحليب، كاس تاع الماء الدافي. رايحه نبدا بسم الله، هذا كاس ماء دافي، نضيف عليه كاس حليب دافي باش العجينه هنايا يعني فيها الخميره، لازم لها الماء دافي. نص كاس تاع الزيت بنفس الكاس. هنا عندي زوج حبات بيض كاملين، نفصل الصفار نحطه هنا باش يعني ندير به من بعد الوجه من الفوق، والباقي نحطه في العجينه باش تجينا عجينه شابه وخفيفه. عندي السكر، رايحه نضيف نص مغرف كبيره تاع السكر باش تمد لنا بنه يعني لاباط. هذه عفوا هذه خميره نخلطها، شفتوا يعني ميم با نص ربع مغرف تاع الماكله. هاد لاباط ما نحبوهاش تخمر بزاف، نحبوها فقط يعني تجينا شويه خفيفه. ما راناش رايحين نديروها كيما الخبز، لا لا، راح تجينا بزاف شابه هاد الفطائر. هنا نذوبو مليح هذيك الخميره، ونديرو نص مغرف تاع ماكله تاع السكر. السكر هذا يزيد لنا بنه يعني وذوق. هذا ملح، ملح ولاباط تحكم على حساب واش تحبوا. هذاك السكر يعاون الخميره ويجي بزاف بنينه عندها ذوق. نخلطهم مليح ونبدا نضيف في الفرينه بلاقل بلاقل حتى نتحصلوا على عجينه، عجينه اللي تكون طريه. وعندي ساشي تاع لاليفور شيميك، يعني باكيت تاع خميره الحلوى. خميره الحلوى يعني لهاد الفطائر تمد لنا يعني قرمشه لاباط تاعنا وتجي بزاف بنينه. هنا رايحين نبداو نطمو بلاقل بلاقل حتى تحصلوا على عجينه، عجينه ما تكونش يعني طريه بزاف وما تكونش يابسه، يعني ما نخلوهاش تلاصق كيما تاع البيتزا والخبز باش تجينا شابه. لا لا، هذا الفطائر نديروهم حاكمه، لاباط تاعهم حاكمه روحها. نبقى نضيف هكا في الفرينه ونطم حتى نتحصل على عجينه. هاي ليك العجينه ما تتلاصقش كيما تاع البيتزا، يعني ناشفه حاكمه روحها. انا فقط خليتها تريح غير 5 دقائق، 6 دقائق، ما نخلوش الحجم تاعها يتضاعف. 5 دقائق 6 دقائق ونبدا نخدم بها. عندي يعني قسمتها على 2 فارينه اكيد باش ما تلصقليش في يعني في البوطاجي، باش كي نبدا نخدم تساعدني الفارينه. دائما نضيف الفارينه بصح بكميه قليله، اللي عندها ورق الزبده تقدر تفتح فيه ورق الزبده وتحطها مباشره. رايحه هنا نبدا نفتحها، قلت لكم ما تخلوهاش تخمر يعني حتى يضاعف الحجم تاعها، تقولوا نخلوها حجم تاعها يضاعف باش تجينا خفيفه. لا لا، نخلوها ترتاح برك 5 دقائق، يعني هاد العجينه تجي سهله في الخدمه تاعها، يعني ما خليتوهاش تريح بس فيها الزيت وفيها تجي سهله في الخدمه، ما تتلاصق ما والو. بهذه الطريقه نفتحوها، ما نخشنوهاش، نفتحوها شويه رقيقه باش تجينا مقرمشه وتجينا هشيشه لاباط، ما تجيناش يعني خشينه. انا عندي هاد السنيوه نقيس، يعني قيس هاد السنيوه، دهنتها فقط بالزيت باش ما تلصقليش، ونحط العجينه نفرشها في السنيوه هكذا. كيما قلت لكم ما ديروهاش خشينه. الزوائد كامل نقطعوهم باش ما تجيناش لاباط يعني خارجه، نحوهم، نحوهم بالموس ولا بالجرار ولا المهم تحفوا لاباط ونحوا له هذاك الزايد. هذاك الزايد اكيد نعاودو نطموه ونعجنوه ونخدمو به. الوجه اللي يجي من الفوق ثاني نحلوه بنفس الطريقه، يعني انا فقط باش ما تجيكمش لا فيديو طويله وما تحسوش بالملل، يعني ما حبيتش نوريكم الطبقه الفوقانيه كيفاش تنفتح هكذا. نحيلها كاع الزوائد. الحشوه اكيد تكون بردت، هاي ليك الحشوه تاعنا اللي تجي بزاف بنينه، وانتم لكم الاختيار. انا مع هاد الحشوه رايحه نزيد الحار، اللي تحبوا اللي ما تحبوش، يعني كل وحده على حسب واش تحب. نفرشوها كامل العقده هذه، ما تكثروش بزاف العقده باش تجيكم يعني مقرمشه لاباط تاعها وتجيكم بنينه.
هكذا نسقمها كاع، يعني باش تجي في الاطراف متوازنه، في كل بلاصه تجي كاينه الحشوه. هنا عندي زيتون اللي كنت نحيت له الملح، اكيد نحوا له الملح. تحبوا تبدلوا له يعني الماء زوج خطرات ثلاثه، ولا تحبوا ديروه يغلي، كل وحده تخدم كيما مالفه. هاي ليك عندي زيتون نحطه هنايا كامل، وعندي الحار اللي ما يحبوش ولادها الحار تقدر تنحيه، يعني ليها الاختيار. بس كي يكون ماشي حار بزاف يعني يمد بنا مع هذه لاباط ومع الحشوه. والفرماج هنا كل وحده دير الفرماج اللي تحبوه، كاين اللي يحبوا الجبن الابيض، يعني كل وحده ومقدورها. انا كنت درت الجبن الابيض يعني هنايا، وانتوما لكم الاختيار. هاي ليك هنايا قطعت، يعني كان عندي جبن المثلثات. والعجينه قلت لكم اللي تجي من الفوق بنفس الطريقه، نفتحوها ونزيدو نغطو بها. الحلال يعني راح يساعدكم، راكو تشوفوا يعني انا ما درتهاش كامل خشينه. وهذا يعني الفطائر تاعنا بالحجم العائلي ما تخلوهاش ترتاح مباشره، ديروها طيب في الفوق، يعني ما تخلوهاش تخمر، فقط بما انه تكملوها وتدهنوها بالبيض خلاص تقدروا تحطوها يعني طيب مباشره، هكا باش ما تجيناش فيها يعني الذوق تاع الخبز، ما تجيناش خشينه وخامره كيما الخبز. انا عندي هنا صفار البيض درته فقط مع شويه تاع الحليب باش يتحل ويمشي، ونبدا يعني هنايا نمسح بالصفار تاع البيض. وهنا عندي كات الزين، عندي الفرماج درتو انا في لابوشادو، انتوما تحبوا الى عندكم يعني الاكياس هذوك تاع جو طابلي مالفين ديروا بهم ديكور تاع الشوكولا تقدروا. البنات هنا حطوا خطوط بالطول وعاودوا رجعوا الخطوط بالعرض باش نتحصلوا يعني على هذاك الشكل تاع المقروطات، هكذا بهذه الطريقه. انا كان حذف لي مقطع صغير برك، كنت عن بالي راني نصور ستوماكاش، يعني حاجه سهله. جبن عادي هذا حطيناه، فوالا كان حذف لي المقطع كي شفت عن بالي راني نصور. هكذا بهذه الطريقه يعني بالطول، وعاودوا لهم على الجهه الفوقانيه، ونحطوا لها حبه تاع الزيتون. تزيين يرجع لكم. منو تزيين يعني هاد الزيتون، ومنو يعني باش ياكلوه مع الفطائر هادو. هنا وجدت، راح نشعل الفوق اكيد عادي، سخنتو كيما مالفين طيبو، نديروها في الفوق حتى تحمر من الفوق ومن التحت. وصفتنا هذه هي، انا تحمرت لي من الفوق ومن التحت، صدقوني جات بزاف بزاف بنينه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وديروها بحجم عائلي. انا قسمت لكم هنا باش تشوفوها لافاخس هذه كيفاش تجي، العجينه تجينا مرقه وهشيشه، تجي بزاف بنينه حبيباتي. نتمنى ان شاء الله تجربوها، ونقول لكم ملاقات الخير.